بامبي بإمكانه إرسال كرة عرضية. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. وسط الضغط من الهجوم، شوف المدافع يضطر للعودة بالكرة إلى الخلف. عمل جيد في قطع الكرة. أليساندرو ديل بيرو. عمر سوم أمام مساحة في هذه اللحظات. مستحيلة في المرمى. دقائق أولى، شباك تتحرك، إثارة كبرى، مباراة تعد بالكثير. الله على السيناريو. نشوف إعادة الهدف مرة أخرى، شوف الانطلاقة، شوف الكرة والمجهود الفردي، الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل هذه المسافة. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. أليساندرو ديل بيرو. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. كيليان امبابي. كرة خلفية لكن بعيدة عن المرمى، افتقدت للدقة في اللقطة الماضية، ما لعبها بشكل سليم، ما كان فيها توافق ولا توقيت مثالي. ما في مساحة، ما في مجال، لعب تحت الحصار. روبرتسون. مارسيال. رائع في قراءة الفريق الخصم. يا سلام على التمريرة. عنده الإمكانية هنا. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. كرة تصطدم في الدفاع، تخرج إلى ضربة ركنية. بيلعب للكرة إلى حارس، يبعد الكرة عن مناطق الخطر. الكرة مع أليكس ديل بيرو. ولا فرصة لكرة مرتدة. الفرصة ما زادت في الهجمة المرتدة. يتحرك سميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. وسام بن يقدر. ديل بيرو. هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة. فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي. حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا، لأن الوقت ما زال كافي للعودة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. عمر السومة. أليساندرو ديل بيرو. بيلعبها في مكان. كرة جميلة على الطرف. لاعب تسرع في انطلاقته وبالتالي تسلل واضح. يفقد الاستحواذ. حسام عوار. قد تكون هذه الفرصة. حلوة من حارس المرمى، يصل الكرة البينية قبل المنافس. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. عمر السومة. الكرة مع أليكس ديل بيرو. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. عمر السومة. مستحيل. الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على إبداع، على نهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. هدف لتوسيع الفارق. الأمور باتت واضحة. لا أعتقد بأن العودة ممكنة بعد هذه النتيجة. 3 أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا ب3 أهداف كاملة. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. عرضية ممتازة في الخلف. وسام بن يدر. ديل بيرو.
مارسيال. وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. لمسة جميلة، الله على اللمسة، الله على اللعبة. التسديدة من لويسفيغو في المرمى، يا رب يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على كرة تحرك الشباك. الهداف يعرف وين يوقف، أي رؤية، أي دقة. عرضية عند القائم الثاني، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. تمرير على الطرف، حسام عوار. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. دال بييرو. فرصة والكرة في وضعية الهجوم. يستعيد الكرة بهذا التدخل. فرصة لكرة مرتدة سريعة. حسام عوار. كانت فرصة ممتازة لهجمة مرتدة لكن ضاعت. مبامبي محاولة تخليص النتيجة. تدخل رائع. صفرة الحكم توني الشوط الأول 3-1. كثيرة كانت توصل مع حضراتكم مع انطلاقه ضربة البداية للشوط الثاني من هذا اللقاء. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته أليساندرو ديل بييرو. وسام بن يدر. الكرة تعود إلى الخصم. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. عثمان ديمبلي. حارس المرمى ينجح في التصدي. حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة. ركنية ملعوبة في وسط 18. أوهو، يبعد كرة خطيرة. عثمان ديمبلي. فرصة للعب كرة عرضية ممتازة. كيف راح يتصرف فيها؟ برافو حارس المرمى في التصدي. فرصة للهجمة المرتدة الآن. الأفضلية موجودة في الهجمة المرتدة. حسام عوار. مبامبي. تصويبه باتجاه المرمى. سرعة كبيرة في الهجمة المرتدة. هدف في منتهى الجمال. أي تحرك ونقلات وتمريرات، وبعد ذلك نهاية بهذه اللقطة. يا سلام على كرة مرتدة تدرس. كرة في مكان خطير. حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. دفاع يتصدى والخطورة ما زالت قائمة. وسام بن يدر. عثمان ديمبلي. تمريرة بالخطأ، الكرة بتتحول إلى رمية تماس للفريق الخصم. فيليبي أندرسون. إمكانية للعب كرة عرضية. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. الحكم يحتسب ركلة حرة. نصف ساعة تفصلنا على صفرة نهاية المباراة. حسام عوار. مساحات كبيرة على الطرف الملعب. حسام عوار. شوف استعادة الكرة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. كرة بتصل إلى جينارو جاتوزو. قرار ممتاز من الحكم بإتاحة الفرصة في هذه الكرة. الصافرة توقف اللاعبين. خطأ صحيح. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات.
وسام بن يدر، يا رباه كرة في القائم، الله على التصدي، يا الله لو دخلت الكرة الأخيرة لكانت المباراة شبه منتهية بعد أن يصبح أليساندرو ديل بييرو. كرة هدف لا لعمر سومة، دقة كبيرة من مساعد حكم المباراة في هذا القرار. شوف اللاعب اللي كان متقدم بسنتيمترات قليلة عن آخر مدافع في اللقطة لحظة لعب الكرة. ألا مع جاتوزو، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. وسام بن يدر، سيسوكو، عمر سومة، عند الكرة الآن وسام بن يدر. هاندانوفيتش يتصدى، هاندانوفيتش يعاني من الضغوطات. أوهو، الحارس يلعبها بالخطأ للهجوم، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. عمر سومة، فرصة هدف في هذه اللحظات، هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. فقدوا الكرة، أنطوني مارسيال، عمر سومة، مارسيال، فرصة العرضية الخطيرة، كيف راح يتصرف فيها؟ يبعد الكرة بعد هذا التدخل. يا سلام على التمريرة، فرصة الآن، التصويب من فيجو، هدف تقليص الفارق. كم متأخر، لكن ما زالت المباراة لم تنتهي بعد، حتى الآن من صفرة النهاية، ضغط كبير في اللحظات القادمة. وسام بن يدر، أنطوني مارسيال، عمر سومة، يفقد الاستحواذ، ماذا سيفعل الآن؟ وسام بن يدر، هاندانوفيتش والكرة مستمرة، ضربة ركنية مشاهدينا بعد أن ارتطمت الكرة وغيرت مسارها. بينفذ الركنية، كرة بتتجاوز الخط في المباراة، رمية تماس سيئة تذهب للخصم. هاندانوفيتش يتصدى، حارس المرمى يقع في المحظور وقد يدفع الثمن فريقه. كرة عرضية من ديمبلي، اوهو، العارضة تتصدى، البحث عن هجمة مرتدة. جماهير تحاول بأن تدفع الفريق في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف التعادل قبل صفرة النهاية. يهرب الكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، بيخلص الكرة ويبعد الخطورة. دقيقة الأخيرة من عمر المباراة، المساحة أمامه على طرف الملعب. وسام بن يدر، قد تكون هذه الفرصة، هاندانوفيتش يتصدى، لكن الخطورة مستمرة. ينتهي كل شيء الآن مع صافرة النهاية. حلوة المباراة، أليساندرو ديل بييرو.